تنضم إلينا من دبي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع. أهلا وسهلا بك معنا لينا. بداية، إذا تحدثنا عن اللجوء إلى الملاذات الآمنة كالدولار وأيضا أداء خلال تعاملات الشهر الماضي، كيف تصفين أداء الدولار ومؤشر الدولار في ظل التوترات السياسية التي تؤثر على أداء العملات بشكل عام؟ اهلا بك، صباح الخير. بالنسبه لمؤشر الدولار الامريكي شهد تذبذب في خلال الشهر الماضي، ولكن انهى الشهر على ارتفاع بعشر نقاط اساس، وعم نشوف الارتفاعات ما زالت متواصله على مؤشر الدولار الامريكي كملاذ امن في ظل التوترات السياسيه والغزو الروسي على اوكرانيا. فهناك لجوء الى الدولار كملاذ امن. عم نشوف تراجعات العملات، اغلب العملات امام الدولار الأمريكي، وخاصة بعد فرض العقوبات على روسيا وخصوصا على نظام السويفت، نظام المدفوعات المالي اللي عم رح يأثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، وأيضا اقتصاديات أخرى سوف تتضرر من ذلك. لكن بشكل عام متوقع عم نشوف الارتفاعات ما زالت متواصلة، وإضافة إلى كل ذلك التوقعات بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. المتوقع هناك تصريحات لجيروم باول يوم الأربعاء والخميس، وأيضا بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة. المتوقع أن يكون في تراجع في معدلات البطالة ورفع أسعار الفائدة سيكون، لكن أصبحت معدومة بحسب CME توقعات رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. الآن التوقعات كلها ب 25 نقطة أساس، النسبة ترتفع إلى 99% في ظل ارتفاع التضخم الكبير عم يشهده العالم، وخصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط وأسعار الطاقة بشكل كبير. هذا بده يخلي التضخم، بالتالي راح تسارع في وتيرة رفع أسعار الفائدة. فالدولار الأمريكي عم بيستفيد من عملة أكم، عملة ملاذ آمن في ظل التوترات السياسية الروسية الأوكرانية. نعم. وأيضا في ظل توقعات برفع أسعار فائدة وتصريحات جيروم باول. نعم، يعني لينا تحديدا في تصريحات جيروم باول، نتحدث هنا ليس بتغيير السياسة التجديد النقدية، لكن بالنسبة هناك يعني التوقعات ذهبت إلى ربع نقطة مئوية بعد أن كان الحديث عن نصف نقطة. إذن هذا التغيير كيف سيؤثر على أداء الدولار يعني في ظل هذه التوقعات الجديدة؟ المتوقع في ظل استمرار التوترات السياسيه الاوكرانيه الروسيه الاوكرانيه والغزو الروسي على اوكرانيا، ولم يعني لم تحصل التهدئه وما زالت مستمره تلك العقوبات على روسيا، المتوقع انه نشوف اذا باقينا فوق تلك المستويات، نحن ممكن نشوف مستويات 98 99، يعني بنتحدث عن فوق مستويات 97 50. اذا بقينا فوق رح نشوف المستويات اعلى لمؤشر الدولار الامريكي، رح يستفيد كثير من التوترات السياسيه، وايضا رفع أسعار فائدة حتى لو ب 25 نقطة أساس بده يكون له دور بالإضافة إلى ذلك. لكن لو حصل أي تهدئة طبعا للتوترات السياسية راح يكون طبعا هناك تأثر، مؤشر الدولار الأمريكي برفع 25 نقطة أساس، لكن ليس بس 50 نقطة أساس، و 50 نقطة أساس بيحرك مؤشر الدولار الأمريكي بشكل أكبر. لكن الآن كل التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، إذا ما ضلينا فوق تلك المستويات، إذا فوق مستويات 97 50. نعم لينا، ماذا يعني عن الملاذات الآمنة الأخرى من العملات، تحديدا الين الياباني، الفرنك السويسري، هل استفادا أيضا في ظل هذه الظروف؟ لاحظنا حالة من الارتفاعات أو نوعا ما الاستقرار الإيجابي. نعم، بالفعل يعني هناك استفادة للين الياباني من تلك الأزمة السياسية الروسية الأوكرانية، لكن لا ننسى أن الين الدولار هناك طلب على الدولار بشكل يفوق الطلب على الين الياباني، فلكن اللي عم بيخلي أنه الين الياباني ما عم بيتراجع وهو أنه بنعتبره أيضا هو كملاذ آمن، لكن طلب الدولار أقوى من طلب الين الياباني، إضافة إلى كل ذلك أنه سياسة البنك المركزي الياباني ما زالت هي سياسة تحفيز سياسة تيسيرية. عم نشوف انه ما زالت نحن عم نحكي عن اسعار الفائدة والتضخم منخفض واسعار الفائدة المنخفضة، وبالتالي هذا عم يخلي انه تبقى هالسياسة التسهيلية، وبالتالي ما بيخلي دعم للين الياباني نحو الارتفاع، وخاصة في ظل وجود طلب قوي على الدولار، لاني عم نشوفه الدولار عم بيعد الملاذ الامن واللجوء الى الدولار الامريكي في هذه الفترة نتيجة المخاوف اللي عم تسيطر، حالة الذعر اللي عم تسيطر
على الأسواق المالية. نحن كيف شفنا كيف أنه بيكون في طلب على الدولار الأمريكي في وقت الأزمات، وخاصة بداية جائحة كورونا إذا استرجعنا الذاكرة، شفنا كيف ارتفع الدولار الأمريكي في ظل المخاوف. الآن هي المخاوف السياسية أيضا عم تسيطر على الأسواق، وبالتالي عم نشوف هذا الطلب على الدولار الأمريكي عم يأثر على الين الياباني، بس ما عم بيخليه أنه يتراجع بشكل كبير، لأن كمان أيضا تعتبر من العملات الملاذ الآمن. لكن قوة الدولار أقوى من قوة الين الياباني. نعم، يعني هو أقرب إلى الاستقرار الإيجابي. لكن ماذا عن العملات الخاسرة؟ نعم. إذا ما تحدثنا عن اليورو تحديدا بعد فرض يعني المنطقة الأوروبية عقوبات على روسيا، عقوبات قاسية على روسيا، تأثر اليورو بشكل سلبي في هذه العقوبات وتراجع في ظل معدلات تضخم مرتفعة، يعني هل نتوقع المزيد من التراجعات لأسعار اليورو؟ نعم، يعني أريد أن أضيف نقطة أن الين الياباني سوف يبقى بنطاقات 114 و116 ممكن نشاهدها. بالنسبة للدولار نحن عم نتحدث عن اليورو، اليورو بالفعل كما ذكرت العقوبات القاسية اللي عم تفرضها العالم على روسيا، وخاصة على النظام المالي ونظام سويفت، وأيضا عقوبات على بنوك روسية، سوف هذا يؤثر بشكل كبير ليس فقط على روسيا وأيضا على اقتصاديات منطقة اليورو، لأن هي المتأثرة باعتبارها كشريك تجاري وتعتمد ايضا على الغاز والنفط الروسي والشراكه التجاريه بينهما، فسيكون هناك تاثيرات على اليورو، فنتوقع المزيد من الضغط على اليورو. نعم. ورح نشوف هي التراجعات، وخاصه انه البنك المركزي الاوروبي ما عم بيلجا لتجديد السياسه النقديه، ايضا سياسته تسهيليه في، وعم نشوف نتوقع ايضا انه رح تطلع ارقام التضخم بمنطقه اليورو، متوقع أن يكون في ارتفاع أكبر في التضخم، فبحاجة إلى المزيد من السياسة التسهيلية، وخاصة أنه راح يكون في عواقب سلبية على اقتصاد دولة منطقة اليورو، يعني راح يكون تأثر كبير بشكل كبير من الأزمة أو الغزو الروسي على أوكرانيا، فهذا الضرر راح يبقي الضغط الهابط على اليورو، ومتأثرا بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، وأيضا قرارات بنك انجلترا المركزي والبنك الاحتياطي الفيدرالي بتجديد السياسه النقديه وبرفع اسعار الفائده اكثر من البنك المركزي الاوروبي. نعم، محلله الاسواق الماليه في إكويتي جروب الاستاذه لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.